بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، ها نحن اليوم نلتقي مجددا مع درس آخر من دروس مادة التربية الإسلامية للسنة الثالثة إعدادي، اليوم مع درس من دروس مدخل الاقتداء. هذا الدرس هو درس إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأم سليم رضي الله عنها نموذجين. هذا الدرس سنتناوله إن شاء الله من خلال المحاور التي سيتم بيانها فيما بعد. إذن تبيننا من خلال آيات المقطع الثاني من سورة الحديد أن تزكية النفس هي القضية المركزية المؤطرة للدروس الموالية. وقد رأينا في درس العقيدة أن منهج أو درس العقيدة منهج القرآن الكريم في تحقيق هذه التزكية. هذا المنهج الذي تعرفنا عليه مع القرآن الكريم، عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، أثمر جيلا من خيرة أجيال البشرية، وهو جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين رباهم القرآن وزكاهم وطهر أنفسهم، وأيضا شهد القرآن الكريم بتزكيتهم وبطهارتهم وطهارة مجتمعهم، فصاروا بذلك نموذجا للاقتداء والاحتداء بهم. إذن هذا الجيل الذي قدم نموذجا أعلى وأمثل في تجسيد تزكية النفس بالقرآن الكريم، فكانوا بذلك أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له ماديا ومعنويا. هذا كما مر معنا ما أهلهم ليكونوا قدوة للمسلمين في كل الأزمان وفي كل الأمكنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن المنهج أو عن منهج لاتبعه هؤلاء لتزكية أنفسهم ولخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن نستفيد من منهج هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد حبنا له، باعتبار ذلك سبيلاً من سبل تزكية النفس وبرهاناً أيضاً على حصول هذه التزكية؟ إذن هذا السؤال يمكننا أن نجيب عنه انطلاقاً من محاور هذا الدرس كما بين أيدينا. وهذه المحاور طبعاً وفق ما سطر في الإطار المرجعي لمادة التربية الإسلامية بالنسبة لكم بالنسبة للأسدس الثاني. إذن المحور الأول هو كيف استقبل الأنصار أو مجتمع المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المحور الثاني مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته. نموذجاً لذلك نأخذ نموذجين، نموذجاً من الرجال ونموذجاً من النساء. أما النموذج من الرجال فهو نموذج أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأما النموذج من النساء فهو نموذج أم سليم رضي الله عنها. وقبل الشروع في تحليل وتناول عناصر هذين المحورين، لا بد أولاً من بيان بعض المفاهيم الأساسية جاءت في العنوان حتى يسهل علينا فهم الدرس. إذن وللإشارة، فهذان المصطلحان والمفردان لا يدخلان في ما جاء في ما سطر في الإطار المرجعي، وبالتالي فأنتم غير مطالبين بهما، ولكن فهم الدرس يقتضيهما. المفردة الأولى وهي مفردة الإيواء. الإيواء معناه الاستقبال والإسكان والتمتيع بظروف الاستقرار والراحة. فآوى الشخص أي استقبله وأسكنه ومتعه بكل ظروف العيش الكريم. أما المفردة الثانية فهي مفردة النصرة، والنصرة معناها الحماية والوقاية من كل المخاطر ودفع الظلم والأذى عن من تنصره. إذن بعدما بينا هذين المفردتين وهاتين المفردتين اللتين يتكون منهما العنوان، ننتقل إلى فك محاور هذين أو هذا الدرس. المحور الأول وهو التعرف عن كيف وعن أجواء استقبال المجتمع المديني
للنبي صلى الله عليه وسلم إبان الهجرة. إذن نبدأ أولاً أو نعود أولاً إلى سورة سبق لكم أن درستموها في الأسدس الأول وهي سورة الحشر، لنستنبط منها بعض ملامح استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان، فهذه إشارة إلى أهل المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، إذن هنا أولاً المحبة، محبة من جاء إليهم، وهذا استعداد وتهيئة نفسية لاستقبال من جاء إليهم من المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، من جاء إليهم من المهاجرين فارين بدينهم من مكة إلى المدينة. ولا يجدون في صدورهم، أي لا يشعرون داخلياً بأدنى حرج أو أدنى شعور سلبي تجاه هؤلاء المسلمين القادمين من مكة. في أنفسهم في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل أكثر من ذلك يوثرون على أنفسهم، أي يفضلون المهاجرين على أنفسهم بما أعطاهم الله عز وجل من متاع الدنيا، ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا يحتاجون ما آثروا به وما فضلوا به المهاجرين. ومن يوق شح نفسه، يعني أن هذا السلوك الذي صدر من الأنصار كان نتيجة لطهر النفس وزكاة النفس، بعد كما قلنا بعد أن طهرها القرآن من كل ما قد يحول دون هذا العطاء وهذا البذل من شح وبخل ومن كراهية وحقد إلى غير ذلك. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن فانطلاقا من هذه الآية الكريمة نستنبط أن المهاجر أن الأنصار استقبلوا المهاجرين بصدر رحب، بل أكثر من ذلك بذلوا أموالهم، بل بذلوا زوجاتهم من أجل أو إرضاء للمهاجرين. فكما سبق أن تعرفتم في دروس سابقة، فالأنصار لما جاءهم المهاجرون وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فضل أو جاء الأنصاري إلى المهاجري فقال: انظر أي زوجاتي أحب إليك أطلقها، فإن حلت تزوجتها. إذن فهذا سلوك راق وسام في الأخوة وفي التعاون وفي المحبة. وبذلك نقول بأن الأنصار استقبلوا مهاجرين بهذه الصفات: أولا الاستعداد النفسي، فكانوا يحبونهم قبل أن يأتوا إليهم، ولما جاءوا إليهم كانوا لهم أكثر حبا وأكثر مساعدة، وأيضا أعدوا الظروف المواتية والملائمة لاستقبالهم. هذه الظروف سواء كانت ظروفا مادية أو ظروفا معنوية. فنقول الظروف المادية معناه المسكن والطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، والظروف المعنوية معناها المحبة والتعايش والتآلف والضم إليهم، ثم توفير سبل العيش الكريم، وهذا ما جاء في الآية الكريمة أنهم يوثرون على أنفسهم، أي آثروهم على أنفسهم وفضلوهم على أنفسهم في هذا المتاع الدنيا. إذن توفير سبل العيش الكريم كما قلنا من طعام وشراب وكسوة وراحة بال إلى غير ذلك. والآن ننتقل إلى حديث آخر يبين لنا كيف استقبل الأنصار المهاجرين في المدينة بعد هجرتهم إليهم. وهذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، وطبعا هو أحد الأنصار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، ليس بأيدي المهاجرين، أي تركوا جميع أموالهم ومتاعهم في مكة، وليس بأيديهم يعني شيئاً، وكان الأنصار يعني أهل المدينة أهل أرض، أهل الأرض والعقار، كان لهم متاع الدنيا من الأرض والعقار وغير ذلك، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار، أي قسموا معهم متاعهم على أن
يعطوهم أي يقدموا لهم هذا ما يحتاجون من طعام وشراب وملد من حاجات الدنيا، ويعطوهم ثمار أموالهم كل عام، يعطوهم من أموالهم كل عام، ويكفوهم أكثر من ذلك، يكفوهم العمل والمؤونة، يكفوهم العمل والمؤونة، بمعنى أنهم لا يحتاجون أو يشعرون بالحاجة حتى إلى العمل، ولا يشعرون أيضا بالغربة داخل المدينة. وبذلك فهذا الحديث تضمن أيضا يعني وسائل وسبل كثيرة، ويصف سبل كثيرة لاستقبال الأنصار للمهاجرين. فمن هذه السبل ومن هذه الوسائل كما مر معنا الإيواء وضمان شروط الاستقرار والطمأنينة. الإيواء أي استقبلوهم ووفر لهم الإيواء وضمنوا لهم شروط الاستقرار والطمأنينة والراحة. ثم توفير حاجاتهم المادية والمعنوية، توفير حاجاتهم المادية والمعنوية، وأيضا حمايتهم، وهذا أمر مهم وأساسي، حمايتهم من الأذى النفسي، أي لم يتركوهم يشعرون بالغربة، بل جعلوهم إخوة لهم، بل جعلوهم إخوة لهم وجعلهم شركاء في أموالهم وفي غير ذلك، بالغربة بفضل مخالطتهم ومشاركتهم سبل أو ظروف العيش وغير ذلك، وأيضا حمايتهم من الأذى المادي، ومن خلال عدم إشعارهم أو محاربة شعورهم بالافتقار إلى الطعام والمأوى كما جاء في الحديث ويكفوهم العمل والمؤونة، ويكفوهم العمل والمؤونة. إذن خلاصة هذا المحور في ظروف استقبال المجتمع المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تمثل فيما يأتي. أولا أن النبي صلى الله لابد أن نشير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة إلا بعد أن أذن الله عز وجل، وهذا سبق لكم أن تعرفتم عليه في دروس سابقة في دروس الهجرة. فبعدما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة استقبلوا الأنصار بما يأتي. أولا استقبلوه بشوق كبير وترحيب لا مثيل له، ترحبوا بهم واستقبلوهم وكانوا ينتظرون بشوق وفرح وفودهم ومجيئهم إليهم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، حيث خرجوا كلهم صغارا وكبارا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الأنصار كل يوم بعدما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا كل يوم يخرجون من ديارهم بعد الصبح إلى أن يحرقهم حر الشمس ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا يبين لنا الشوق الكبير الذي كان ينتظر به الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقبلهم أيضا بالإعداد النفسي، وذلك استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالإعداد النفسي، وذلك أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا برسالته، بل منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره قط، لم يره إلا بعد الهجرة، بل هناك روايات تقول بأن الأنصار لم يفرقوا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لم يفرقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه. إذن فاستقبلوهم نفسيا بالإيمان به ومحبته وتصديق رسالته، وماديا بتوفير احتياجاته واحتياجات من معه من المهاجرين، ليس ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ما يحتاجه من جاء معه من المهاجرين من الإيواء والطعام وشروط الراحة فرحا بقدومه، بل كانوا يتسابقون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفير المتاع له ولصحابته، وكانوا كما قلنا بعد طول انتظارهم لهم. ثم احتضانهم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم على نشرها، حيث كانوا أن يحتضنوا هذه الدعوة ووفروا لها ظروف النجاح وساهموا وأسهموا في تبليغها للعالم. ثم إيواء واحتضان صحابته الذين سبقوه بالهجرة، وأيضا بادلوهم المحبة وتنافسوا في إكرامهم وفي إسعادهم. ثم تنافسهم في استضافته صلى الله عليه وسلم في بيوتهم،
تسابقهم لخدمته، وهذه أكبر مظاهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كانوا يتنافسون ويتسابقون في من يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في من ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده فيكرم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم له كل ما يحتاج. بل بعدما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري كما سنرى فيما بعد، أنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام وبالإكرام وبالهدايا وغير ذلك. فهذه من أعظم مظاهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم مظاهر النصرة له. وهذه المظاهر، مظاهر الاستقبال والحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومظاهر المحبة والنصرة له، كانت نتيجة تربية القرآن الكريم الذي زكى أنفس الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وزكى أنفس الأنصار رضي الله عنهم، فكان له الأثر البالغ في تكوين هذه الشخصية السوية الكريمة الطاهرة للأنصار رضي الله عنهم، وأيضا تزكية القرآن لهم واستعدادهم لإيواء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه ونصرته عليه السلام ماديا ومعنويا أيضا. وهذا كله نابع من محبة لله عز وجل ومحبة لرسوله التي كونها طبعا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كون شخصية الأنصار رضي الله عنهم وطهر أنفسهم من مظاهر الأوساخ والأدران التي كانوا يعيشونها في الجاهلية، فقد كانوا أهل فجور وأهل فسق كما تعرفون. والقرآن الكريم نقى هذه الأنفس وطهرها وأعدها لاستقبال هذا الدين وللدفاع عنه ونشره وتبليغه للعالم، بذلك تمكنوا من تكوين وتأسيس دولة قوية في أقل من 100 سنة كما تعلمون. إذن المحور الآن ننتقل إلى المحور الثاني لنضرب نماذج أو يعني أمثلة لهذا التكريم وهذه المحبة وهذه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا فإن هذين النموذجين اخترنا نموذجين، نموذج من الرجال ونموذج من النساء، لإثبات أن المرأة أيضا كان لها دور كبير في نشر دين الله وفي التعامل والتفاعل مع هذا الدين وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيت من جهد ومن قوة ووفق ما يتوافق مع تكوينها. إذن النموذج الأول وهو نموذج أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو أنصاري كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار الذين منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر محبة أيوب الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له ما يأتي. أولا أنه كان شديد الفرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ممن وعد النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية أن يبذل كل ما في وسعه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيواء له. ثم فرحه ببروك الناقة، أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيته. فقلنا أن الأنصار كانوا يتسابقون في من يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم وفي من ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه، وكانوا كلهم يأخذون بخطام أي بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها إلى بيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. لذلك أبو أيوب الأنصاري لما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيته اشتد فرحه وفرح فرحا شديدا، لأن الله عز وجل اختاره لاستضافة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيته، لذلك حرص حرصا شديدا على عدم إزعاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما دخل صلى الله عليه وسلم بيته خيره أبو أيوب الأنصاري أن ينزل في أي مكان من بيته شاء، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في الطبق السفلي من البيت. فقال أبو أيوب الأنصاري لو صعدت يا رسول الله إلى الطبق الثاني
فهذا أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كره أن يعلو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم معنى أو عفوا حسا، فكيف لا نقبل وكيف لا نحرص نحن على أن نعلو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقدم رأينا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثم تفانيه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تفانى وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي، وحرصه على تجنب كل ما يزعجه، فكان إذا دخل بيته كان يحرص على ألا يسقط التراب أو ألا يعني يصدر صوتا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أكثر من ذلك يحرص على ألا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بأي أذى ولو كان قليلا. ثم اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من شؤونه، فكان حريصا على اقتفاء وتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فكان كل فعل يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يطبقه وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم أيضا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأهله في الطعام وتبركه بما تبقى من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحرص على أن يقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، فما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، بل أكثر من ذلك كان يحرص على أن يأكل من المكان الذي أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتسابق هو وزوجه على ذلك، يتسابق هو وزوجته على هذا الأمر، وهذا تبركا وتيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه كل مظاهر المحبة والتفاني في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى ما ذكرنا من وضع نفسه يعني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة، أنه ما تخلف عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لمحة مشرقة من لمحات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. أما النموذج الثاني هو نموذج النساء، وهو نموذج أم سليم الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها. وأم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مظاهر خدمتها ومن مظاهر حبها ومن مظاهر نصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، أولاً أنها اختارت الإسلام على زوجها الغني الكافر، فقد لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل آمنت، وكان زوجها يعني ينهاها عن ذلك، فاختارته على الإسلام، فاختارت الإسلام عليه، فيعني تركت زوجها وتركت طاعته على نصرة لدين الله عز وجل، وتركت زوجها الكافر الغني، تركت الغنى وتركت الزوج، تركت كل ذلك من أجل الإسلام ومن أجل رسول الإسلام، محبة في دين الله عز وجل. وهذه نتيجة وهذه يعني ثمرة من ثمرات تزكية القرآن الكريم للصحابة رضوان الله عليهم، يعني وهذا كان برهانا كما قلنا على طهارة نفسها وأيضا على محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر هذه المحبة والنصرة أيضا شدة فرحها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتها لتقديم الهدايا والطعام له صلى الله عليه وسلم ولضيفه، فإكرام الضيف الشخصي أيضا إكرام له. فكانت رضي الله عنها أم سليم رضي الله عنها كانت تحرص على أن تسابق، برغم أنها امرأة كانت تسابق الصحابة في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وفي إطعامه وفي إطعام ضيفه أيضا، بل أكثر من ذلك من أعلى مقامات ومظاهر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والنصرة له أن وضعت فلذة كبدها أنس بن مالك رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المدينة وتسابق الناس لتقديم الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم المؤونة والطعام وغير ذلك، هي لم تجد ما تقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادرت إلى تقديم ابنها خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم كبرهان وكدليل على محبتها ونصرتها واستعدادها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ثم
قلنا بأنها فضلت الإسلام على زوجها السابق، فزوجها لما قتل في موقعة من المواقع تقدم إليها طلحة، وكان أيضا من الأغنياء ومن ذوي العقول اللبيبة، فلما تقدم إليها للزواج بها اشترط عليه الإسلام، فقالت ليس مثلك يرد، يعني أن أنت يعني من الناس الذين يقبلون ويتصارع النسوة للزواج بهم، ولكن لا يمكن أن أقدمك على الإسلام، لا يمكن أن أفضلك على الإسلام، فإن شئت الزواج بي فعليك أول أن تسلم، بل أكثر من ذلك قالت إسلامك هو مهري ولا أقبل أي مهر مع ذلك، إسلامك فقط، إن أردت أن تتزوجني فعليك أن تسلم، ومهري أي صداقي وما يعطى للمرأة عند الزواج فيكون هو إسلامك فقط. ثم مشاركتها رضي الله عنها من مظاهر النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، مشاركتها في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بمشاركتها في مداوات جرح المسلمين وتوفير الماء وما يحتاجونه في المعركة، فكانت دائما تخرج في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتجاهد بما أوتيت، فكانت تسقي المسلمين وتسقي المجاهدين وتداوي جرحاهم، بل كان دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأخذ خنجرا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض مظاهر نصرة هؤلاء الصحب الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن الآن مدعوون إلى استثمار هذا المنهج وهذا الطريق وهذه المظاهر التي عبر بها هؤلاء الصحابة الذين زكاهم القرآن، ولنتبع سبلهم لتزكية أنفسنا وتطهيرها، وأيضا للبرهنة على كوننا أيضا طهرنا من الأنانية وحب الذات ومن الجشع ومن الطمع وغير ذلك. فمن كيف نستثمر، كيف يمكننا اليوم أن نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ونبرهن أو نسارع إلى تزكية أنفسنا ونبرهن على ذلك، فيمكن أن يكون ذلك من خلال ما يأتي. هذا طبعا لك أيها المتعلم ولك أيتها المتعلمة، وفي مقدورك أنت ومقدور غيرك أيضا. فأول أمر هو الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تمتثلي لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرفي على شرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أيها المتعلم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الحياة، لكي تستثمرها ولكي تؤمن بها وأيضا لكي تطبقها. فالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه في الأمور كلها هذا برهان ودليل على زكاة نفسك وطريق لتزكية النفس أيضا، ودليل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن تتعرف على هذا النبي، فمن هو هذا النبي؟ فكثير من أبنائنا لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاسم، بينما مقابل ذلك يعرفون فلان وفلان وفلان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت فعلا تحبه وتريد نصرته فتعرف عليه، تعرف على شرعه، تعرف على هديه حتى لا تضل. إن التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة وكيف تصرف في المواقف المختلفة، ثم تمثل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، كيف كان يتصرف وهو مع الأب مع الأم مع الأصحاب مع الأكبير مع الصغير مع الصديق مع العدو، وتمثل ذلك في حياتك، والتعريف بها أيضا، لا تقف عند التعرف بل وتمثل بل تسهم في التعريف بها أيضا من خلال الممارسة بالفعل لا قبل القول، أن تكون ملتزما قبل أن تدعو، ثم بالقول والدعوة إلى تعرف هذه السيرة والاقتداء بها. ثم محبة صحابته وتوقيرهم، فمن أحب، فإذا أردت أن تحب شخصا تحب من يحب، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، فيجب أن تحبهم أيضا وتوقرهم وتعرف سيرهم وتعرف أسماءهم ونهجهم في الحياة تستفيد منها أيضا. ثم التزام قيم المحبة والتعايش في معاملاتنا مع الآخرين، هؤلاء الصحب الكرام تعايشوا فيما بينهم، أقبلوا على بعضهم، آووا بعضهم، وفروا الحاجات التي يحتاجها الآخرون، بل آثروا غيرهم عليهم،
فينبغي أن تقتدي بهم أيضا في ذلك مع زملائك في الفصل، مع عائلتك، وسط أسرتك، في مجتمعك، خاصة في ظروف الشدة، كما تعرفنا مع سورة الحديد في أن في ظروف الشدة ينبغي أن نتآزر، نتعاون، نتكافل، نتضامن كما في وقتنا هذا وفي هذه الأيام التي نعيش. ثم استثمار وسائل التواصل الحديثة للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الالتزام بشرعه وهديه. فاليوم الحمد لله لدينا فسحة كبيرة للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بهذا الشرع الكريم وهذا الشرع الحنيف، فلا ينبغي أن نستغل هذه أو وسائل التواصل هذه في الإشاعات وفي نشر التهويل والتخويف بقدر ما ينبغي أن نستثمرها في نشر الخير والفلاح وإعمار الأرض بالصلاح، وبذلك نستثمرها في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الدعوة إلى الخير، في التعريف بطرق الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. ثم التضامن والتكافل مع الآخرين خاصة في أوقات الشدة من خلال إنفاق في سبيل الله، كما فعل الأنصار لما استقبلوا المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة، تركوا كل ما يملكونه في مكة وجاءوا إلى المدينة وكانوا أشد حاجة إلى الطعام والمأوى، إلى من يستقبلهم، إلى من يعترف بهم، إلى من يقدرهم، وإلى من يقدر جهودهم. فكذلك أنت إذا أردت أن تعبر عن محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتضامن مع من تعرف ومن لا تعرف، فتضامن وتكافل وتعاون مع أصدقائك في الدراسة وخارج الدراسة أيضا، تعاون مع جيرانك، مع مجتمعك، عرف وادعو غيرك إلى هذا التعاون وهذا التكافل، خاصة كما قلنا في ظروف المحنة والشدة. وبذلك عزيزتي التلميذة، عزيزي التلميذ، نكون قد جئنا وقد طفنا حول أهم تعلمات هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن تكونوا قد وفقتم في أخذ نقطه وتوفقتم في فهم معانيه ومغازيه ورسائله. وبذلك عزيزي التلميذة نكون في هذه المحطة من محطات التزكية التي سبق أن بدأناها، قد تعرفنا المنهج الأسلم لتحصيل تزكية النفس كما رسمه جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين زكاهم القرآن الكريم وشهد بطهارة أنفسهم، بل أكثر من ذلك طهارة مجتمعهم، فكانوا جيلاً نظيفاً طاهراً في التعامل وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الآداب وفي كل شؤون الحياة. وإلى محطة قادمة بإذن الله من محطة معالجة قضية تزكية النفس ومن جوانبها أخرى غير ما سبق أن تعرفنا عليه مع درس مدخل الاستجابة. وإلى ذلكم الحين أسأل الله عز وجل لكم الأمن والسلامة والإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.